بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء مدونة ميكروتك العرب، أهلا بيكو. هنشرح النهاردة بإذن الله الراوتر اللي هو توتولينك ال N150 RT، تمام يا شباب؟ هو صغير كده ولونه أسود، واللمبات بتاعته لونها بنفسجي، والأنتنة بتاعته 6 dB بيلت إن. هنزل لكم الصور برضو إن شاء الله في الموضوع على المدونة. بصوا يا شباب، بسحب أي بي أوتوماتيك عادي، بوصله باور وبوصله سلك. في عندك زرار ورا، عندك زرار ورا بتاع الباور مكتوب عليه زيرو، وواحد مكتوب عليه واحد، فاحنا هنشغله على الجنب اللي هو واحد فيبدأ الباور يشتغل. تمام، هنفتح المتصفح بتاعنا وهنطلب الاي بي 192.168.1.1، ده الديفولت بتاعه. اليوزر نيم ادمن والباسورد ادمن، واقول له اوكي. تمام، اول ما هدخل له هلاقي منظر صفحه السوفت وير بتاعه بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. تمام يا شباب، اول حاجه هنعملها هنخش نقفل الاوتوماتيك. لو احنا مثلا هنعمله استقبال او ارسال، هنخش نقفل الاوتوماتيك من عند التي سي بي اي بي سيتنج اللي انتم شايفينه ده. هو الدي اتش بي سيرفر هنعمله ديسيبل. تمام يا شباب، عملنا ديسيبل للاوتوماتيك، وممكن تغير الاي بي الاكسس زي ما انت عايز، نخليه 1.100 مثلا. تمام، 1.100 مثلا اهي، خليته 1.100 اهو. وبعدين عندي هنا سيف تشينج زي ما انتم شايفين تحت اهو، سيف تشينج ان فايل كلاينت. طب ثواني، انا علشان انا سحبت اي بي اللي هو 1.10، فهو بيقول لك ان فايلد علشان الراجل ده ساحب اي بي اوتوماتيك. طيب احنا هنخليه مثلا 1.1 اهو، اقول له سيف تشينج. تمام، طبعا احنا عملنا دي اتش بي مقفول، قال لي خلاص انا كده ايه حفظته، بس انت التشنج بتاعك لازم تعمل ريبوت للاكسس. فانا مش هعمل ريبوت غير بعد ما نخلص كل اعداداتنا. تمام، طيب احنا قفلنا الاوتوماتيك ولسه هو زي ما هو 1.1. تمام، هروح على الاوبريتنج مود. اوبريتنج مود انت عايز تعمله ايه؟ عايز تعمله استقبال، عايز تعمله استقبال عند العميل. هنعمل كلاينت اهي، نعمل كلاينت ونقول له سيف تشينج. تمام، بعد ما قلت له سيف تشينج هو خلاص قال لك ان ما تجيش جنبه، انا هعمل ريبوت لمده 60 ثانيه، لمده دقيقه، هنتظر لما يعمل وبعدين اروح اربط نفسي على الشبكه بتاعتي حالا. تمام يا شباب، بعد ما عمل الريبوت زي ما انتم شايفين كده رجع لي على صفحه الاستيتيوز. وعلى فكره في مؤشر جميل قوي، مؤشر جميل جدا للاكسس بوينت، لاشاره الاكسس بوينت اللي انت مستقبل بيه. تمام، طيب هنروح تاني على الاوبريتنج مود، هنروح على الوايرلس. هنروح على الوايرلس. تمام، حلو قوي، هنروح على الوايرلس. دلوقتي احنا عاملين الوضعيه بتاعتنا استقبال كلاينت. تمام، كل اللي هنعمله هنعمل فايند واي فاي نتورك، هنعمل بحث عن الشبكات سايت سيرفي، بضرب كده على السايت سيرفي عشان يدور لي على الشبكات. فبصوا كده اشاره الشبكات جيالي بالاشاره العاديه، مش بالسالب يعني، بالاشاره العاديه. يعني انا مايكروتيك عربي جديد، دي نانو ستيشن ام 2 شغاله على البي والجي والان، وشغاله على القناه 6. تمام، طيب هروح اعمل له سيلكت، اضغط عليه سيلكت واقول له نيكست. ده دي شبكتي، دي كده شبكتي، ده الماك بتاعها، ده الاشاره بتاعتها 82، مفيش عليها باسورد. فهضغط علم على سيلكت اهي وهقول له نيكست. تمام، انكريبشن مش خلاص، مش هنسيبه نن، وهقول له كونكت. هيقول لي طب انتظر بقى علشان انا بعمل كونكت. تمام، طبعا حالا دلوقتي هيربط على الجهاز ونجرب مع بعض ونشوف. بيقول لك طب انتظر بقى لايه مده 60 ثانيه. انا هربط على الجهاز بنظام الكلاينت ونجرب الانترنت ونجرب الداونلود ونشوف. على طول يا شباب، اول ما ربط، اول ما الجهاز ربط خلاص ادالي صفحة السيرفر بتاعتي، وبيقول لي خلاص انت كده ايه اتفضل ادخل، اتفضل اشتغل. فانا هدخل باليوزر بتاعي كده، قال لي تمام، اهلا وسهلا بيك، الاي بي بتاعك كذا والماك بتاعك كذا. لو تلاحظوا مش ده ماك الكمبيوتر بتاعي، عشان كده العميل هيظهر بماك الاكسس، لان احنا على وضعية الكلاينت، ماك الكمبيوتر بتاعي اهو. تمام، طيب جميل اوي كده، جميل. طب نجرب الداونلود كده ونشوف اداؤه وشغله ايه. انا هجيب رابط كده، بصوا يا شباب، بصوا 12 ميجا بايت، 14 16 17 20 ميجا، 23 ميجا، ده
ده من الانترنت اهو 30 ميجا هيوصل لكام؟ لل40 ميجا. اه هيوصل اهو يا شباب ال40 ميجا اهي، تخيلوا كده قوة قوة اكسس زي كده. تمام، ايقاف خلاص. ده كده يا شباب كمان بيسحب من النت. تمام، جميل قوي، جميل جدا كده. خلاص هنرجع تاني للاكسس بتاعنا ونشوف بقيت اوضاعه ايه، او ايه تاني نعمله في وضعية الكلاينت دي. تمام، هنكتب بس كده اي بي علشان اعرف اخش على الاكسس بتاعي. هنخش على الواحد واحد اللي كنا لسه شغالين عليه. اه معلش، ده اكسس تاني في الشبكة. تمام يا شباب، اهو دلوقتي كده ايه، لو تلاحظوا بقى ادى الاشارة عاملة زي اشارة الاكسس، زي اشارة اليو بي ان تي. قال لك سيجنال سترينث اهو 100% اشارة الشبكة اللي انت كنت رابط عليها دي، بالرغم انه كان شايفها جوه 82 الا انها دلوقتي 100%، واعطيك شريط مؤشر بيانات بالشكل اللي انت شايفه ده كده. شايف؟ طيب هنا اعطيك البيانات، بيقول لك المود شغال ايه على الكلاينت، شغال على بند اي بي وجي وان، عشان كده نقلنا 40 ميجا واكتر كمان قدامكم. شغال على القناة 6 واسم الشبكة بتاعتي مايكروتيك ارابيك. تمام، انكريبشن في باسورد ولا حاجة؟ لا، عاملين له ديسيبل. البي اس اس اي دي ده اللي هو الماك بتاع الجهاز اللي انا رابط عليه. تمام يا شباب، جميل قوي. طيب في كام كونكشن رابط على الجهاز؟ في 2، واخدين بالكو؟ طب الماك ادرس بتاع الجهاز نفسه اهو. تمام، حلو قوي. في ايه تاني ممكن نروح نعمله هنا؟ كل اللي هنعمله من هنا ان احنا ممكن نروح نغير الباسورد بتاع الجهاز، ويب لوجن باسورد، من ويب لوجن باسورد، من مانجمنت ويب لوجن باسورد، عشان تغير باسورد الادمن اللي انت بتدخل بيه عشان العملاء ما يحاولوش يدخلوا. تمام، خلاص دي كده وضعيه الايه، الاستقبال بتاع الاكسس انه يبقى كلاينت. طيب في معانا وضعيات تانية ايه في الجهاز ده لو احنا نعمله استقبال؟ يعني احنا دلوقتي بنشرح اوضاع الاستقبال. في عندي حاجه اسمها بريدج ويز اكسس بوينت، بريدج ويز اكسس بوينت. طيب حاجه زي دي نقدر نعملها ازاي؟ انا هفتح الجهاز الرئيسي بتاعي، بصوا كده لاحظوا معايا، انا على وضعيه الكلاينت هخش على الاكسس الرئيسي بتاعي اللي هو 1.20. تمام، هكتب هنا اخش يو بي ان تي، يو بي ان تي، جميل قوي. تمام يا شباب، الوقت ممكن اروح على الستيشن اشوف الجهاز اللي رابط عليا ايه. اهو هو ده الجهاز. طيب انا هاخد الماك بتاع الجهاز اهو، كوبي، بصوا كده يا شباب هنعمل ايه، كوبي، اخدت الماك ورحت على الوايرلس. نفس الحركه بتعملها لو في البوليت من شو ستيشنز، بتشوف بتفتح من هنا شو ستيشن وبتجيب الماك اللي رابط عليك. تمام، بس انا كده هحتاج ان انا اعدل المود اللي انا شغال بيه على الجهاز بتاعي، هعدله اكسس بوينت ريبيتر، وهعلم على الاوتو، وهحط بيست، احط الماك بتاع الجهاز بتاعي اهو. تمام يا شباب، وهقول له تشينج، وهقول له ابلاي. يبقى انا حطيت ماك الاكسس بوينت بتاعي اللي هو توتو لينك ال 150 ده، حطيته جوه النانو ستيشن. تمام، طيب اروح بقى على التوتو لينك، انا عايز اشتغل بريدج. احنا هنشوف كده الستيتيوز، هو رابط على الماك ادرس ايه؟ لسه بيعمل ده ريبوت، لسه بيعمل ريبوت، فايه ما جابليش الماك اللي هو رابط عليه. طيب احنا هنروح على السيت الاوبريتنج مود، وهنشتغل بريدج ويز اكسس بوينت. في الطريقه دي هنجيب كل ماكات العملاء اللي تحت الجهاز، وهنخلي جهاز التوتو لينك كمان يعيد البث تاني، هنقول له سيف تشينج. تمام، وبنتظر برضو الايه، الستين ثانية، هيقول لك انتظر الستين ثانية، هنستناه. هو عمل ايه، انيبل وتسيبل اهو، وهنستنى. هو كده بينقل الوضعية من هينقل الوضعية، يبقى ارسال واستقبال ويظهر مكات العملاء، وكمان هيبقى استقبال كويس جدا جدا وارسال جميل قوي قوي، يعني ينزل سلك ويوزع على سلكي. تعالوا بقى يا شباب نشوف الـ بعد ما تحول ايه اللي حاصل. احنا حولنا خلاص، فالمود بقى لوكال اكسس بوينت. هنروح على الوايرلس، على البيزك سيتنج، وبعدين خدوا بالكم ان احنا في معانا مالتي اي بي اكسس بوينت، احنا نقدر نطلع منه بصوا كام اسم، 1 2 3 4، نقدر نطلع 4 اسامي، بس خلوا دي لما نبرمج الاول. طيب الاس اس اي دي انت هتربط على ايه؟ هقول له فايند نتورك، وهقول له سايت سيرفي. فاكرين انتوا ان احنا حاطين الماك بايه؟ ايوه اهو،
ادي ماك الاكسس بوينت اللي انا عايز اربط عليه، اخدته اهو، وهروح على الدبليو دي اس وهقول له انيبل دبليو دي اس واحط الماك بتاعي اهو، تمام. والداتا ريت سيبها ماشي، سيبها اوتو، ما تجيش جنبها. اه بصوا يا شباب في غلطه دلوقتي، لما انا خدت الماك، لما انا خدت الماك عايزين نروح بقى نحطه كده في ملف تكست ونشيل الفواصل. نشوف مع بعض كده، هنشيل الفواصل دي، هنشيل الفواصل دي، هو عايز الماك كده بس فاضي، تمام. بشيل النقط دي خالص اهو، وهنشوف حالا هيربط على الجهاز ويطلع، يطلع نت عن طريق السلك واللاسلكي كمان، تمام اهو. هاخد بقى كده الماك كوبي بيست، تمام. كومنت انا ممكن اكتب مثلا نانو ام 2 او ان ام 2 عشان ابقى عارف ان ده ايه. ابلاي تشينج، تمام. بيقول لك خلاص، بس هنعمل ايه؟ لازم بعد الريبوت. هيقول لك انا كده خلاص حفظت، بس لازم بعد الريبوت. الدبليو بي اس، الدبليو بي اس نتاكد انه مقفول يا شباب، نتاكد لازم يكون مقفول. دبليو بي اس وابلاي تشينج اهي، وهنروح نعمل الريبوت حالا زي ما هو عايز اهو، تمام. هو عايز يعمل ريبوت، اروح على المانجمنت واعمل له ريبوت راوتر، ريبوت راوتر، وهقول له اوكي وانتظر بعد ما يعمل.